بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد ابن أسماء ابن عبيد الضبعي قال حدثنا جويرية يعني ابن أسماء عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة أونقتها فلم تطعمها ولم تسقها، أونقتها يعني حبستها، في هرة أوسقتها، أظن هذا هو الصحيح، في هرة أوسقتها، عذبت امرأة في هرة أوسقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، في الرواية الأخرى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار من جراء هرة، من جراء هرة لها أو هر ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. خشاش الأرض وخشاش وخشاش أي هوامها وحشراتها. عذبت في هرة أي بسببها. قوله صلى الله عليه وسلم: من جراء هرة أي من أجلها. قوله صلى الله عليه وسلم: ترمرم من خشاش الأرض، في بعضها ترمم وترمرم أي تتناول ذلك بشفتيها، ترمرم أو ترمم من خشاش الأرض. قال النووي رحمه الله: باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي، بل وغيره لا يعذب، غيره أيضا حتى لو كان مؤذيا يحسن قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالتعذيب جريمة من الجرائم إلا أن يكون قصاصا، ولا شك أن الجلد تعذيب كما قال عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لكن بما شرع الله عز وجل. وكذا رد رأس اليهودي بين حجرين حتى مات، لأنه رد رأس الجارية بين حجرين. أما تعذيب الإنسان والحيوان بلا سبب شرعي فهو من الكبائر، وإذا كان دخول هذه المرأة النار بسبب الهرة فكيف بسبب البشر؟ كيف بمن يعذب عذابا أعظم من ذلك؟ نسأل الله العافية. فقضية التعذيب عند أهل الإسلام قضية لابد أن تكون يعني محسومة، وقد سبق الحديث
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. تعذيب الحيوان وتعذيب الإنسان محرم. فأول من سبق العالم الحديث في مسألة حقوق الحيوان وحقوق الإنسان هو هذه الشريعة المطهرة الكاملة، ولكن بضوابطها لا بفهمهم السقيم. فهؤلاء قد يبحثون عن حقوق الحيوان ويدللونه وينفقون عليه الألوف ويتركون البشر يموتون جوعا ويأخذون أموالهم، يستنزفون ثرواتهم استعمار أو كل الاستخراب الغربي الذي مص دماء الشعوب وثرواتها وأوقع العداوة بينهم وفرق جماعتهم وسفك دماءهم وجعل الخلافات فيما بينهم وتركهم يموتون من الجوع في مجاعات وسفك دماء الملايين في حروب لا طائل تحتها ويتشدقون بعد ذلك في حقوق الإنسان. أما الإسلام فقد جعل الله عز وجل فيه حقوق الإنسان والرفق بالحيوان وحقوق هذه الحيوانات المحترمة التي لا تؤذي بالضوابط التي لا يحصل منها ضرر ولا تعدي على حقوق الآخرين ولا على ثوابت الشريعة. وإبراز هذا المعنى وتربية الناس عليه حتى لا نرى مظاهر القسوة والعنف التي تصدر من بعض أبناء مجتمعاتنا فيما يتعامل به بعضهم مع بعض عند خصومتهم، وكذلك في أن يوجد فيهم أن يقبل أن يستجيب لأوامر التعذيب والقتل وسفك الدماء، كما نرى جنود الظلمة والكفار والمرتدين والمنافقين أمثال بشار والقذافي وغيرهما ممن يعذب المسلمين ويسفك دماءهم دون وازع. من الذي تسبب في ذلك؟ التربية على غير معاني الدين. لو أن الناس ربيت على مثل هذا الحديث أن الهرة لا يجوز أن تعذبها، أن هذه الحيوانات يعني على صغرها وقلة فائدتها وربما يعني لا يكون لها كثير فوائد أصلا ومع ذلك لا تعذب، فكيف بالبشر؟ التربية على معاني الشفقة الرحمة بالخلق عموما. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يعنف من فجع طيرا بولدها، يقول من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها، يربي أصحابه على الرحمة. وقال والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لو أن الناس تربوا على هذه المعاني، ربينا أبناءنا وربينا مجتمعنا على هذه المعاني الإسلامية العظيمة لما وجدنا من يقبل أن يكون جنديا لأعداء الدين، لما وجدنا من يقبل أن يعمل في وظيفة يعني السجان المعذب التي كانت مهنة نرجو أن تكون قد انقرضت في بلادنا ونرجو أن تنقرض في كل بلاد المسلمين بل في كل بلاد العالم. فإنما علمه الغرب للعالم من ألوان التعذيب لا يجوز أن يفعل حتى مع الكفار. وأتعجب ممن كان يبرر للناس للظلمة والمجرمين ذلك ويقول أن هناك من التعذيب ما هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع اليهودية إلى الزبير فمسه بعذاب، هذا من جنس العذاب الذي هو الجلد الضرب وليس التعذيب الذي يصنعونه الذي يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان أو في
هو تعذيب لا يتضمن كشف عورة ولا انتهاك حرمة ولا ما يفعلونه بالناس. هؤلاء المجرمون الذين فعلوا في سجون أبو غريب وغوانتنامو أنواع الأذى للبشرية كلها لا يحق لهم أن يتكلموا عن حقوق الإنسان والحيوان. أقول لك ما حدث، الشيخ بيحكي حاجات أيام السجن الحربي بتاعت الإخوان المسلمين، ما حدث من 94 ل 98 في سجون مبارك وما حدث في سجون ليبيا أشد من ذلك بكثير، وسوف يأتي التاريخ ليسجل هذا. وأنا أقول للإخوة الذين شهدوا هذه الوقائع سجلوا التاريخ، اكتبوا هذا التاريخ، لأن هناك أحداثا يعني عندما تكشف سيعرف الناس كيف يعني تعرض الإسلاميون لأنواع الأذى في مرحلة، يعني هم الذين دفعوا الثمن لبقاء روح المقاومة، وليس كما يقول العلمانيون أن الإسلاميين ركبوا فوق الثورة. الذي دفع الضريبة الحقيقية في تحمل وجود روح معارضة في زمن كان الكل يسير في الركب فيه هم أهل الإسلام. قال مسلم حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته. الجزء الأول خبر عن الله، فمن ينازعني أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. قال باب تحريم الكبر. قوله صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته، الضمير في إزاره ورداؤه يعود إلى الله تعالى للعلم به، وفيه محذوف تقديره قال الله تعالى ومن ينازعني ذلك أعذبه أو عذبته، ومعنى ينازعني يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك. وهذا وعيد شديد في الكبر مصرح بتحريمه، وأما تسميته إزارا ورداء فمجاز واستعارة حسنة، كما تقول العرب فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى. الشعار هو الذي الثوب الذي يلي الجسد ويلمس الشعر يسمى ايه؟ شعار. احنا عندنا كلمة شعار دلوقتي بقت معناها ايه؟ الرمز والشعار يعني حاجة بتترفع يعني، لكن اصل الكلمة معناه الملازمة. وهنا معنى الدثار معنى الإزار والرداء الملازمة، وإذا فصفة الرب قائمة به عز وجل. والمقصود أن كما لا يفارق الإزار والرداء الرجل، فالله سبحانه وتعالى لا يفارقه العز والكبرياء، ولا يجوز أن ينازع بالتخلق فيه، ينازع سبحانه وتعالى بأن يتخلق أحد أو يتصف بصفة الكبرياء أو أن يتعزز على طاعة الله عز وجل. وليس المقصود أن يكون المسلم ذليلا في معاملاته، وإنما المقصود من يتعزز على أوامر الله، يعني يرى نفسه عزيزا لا يذل لله. بل كل مسلم يرى أن الذل لله عز وجل والخضوع والانقياد له سبحانه وتعالى من أركان إيمانه، ويعرف أن الكبرياء والعظمة لله وحده لا شريك له. يقول تقول العرب فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى، لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار بل معناه صفته، كذا قال المازري. ومعنى الاستعارة هنا أن الإزار والرداء يلصقان بالإنسان ويلزمانه وهما جمال له. قال فضرب ذلك مثلا لكون العز والكبرياء بالله تعالى أحق له وألزم واقتضاهما جلاله. ومن مشهور كلام العرب فلان واسع الرداء وغمر الرداء أي واسع العطير.
يجي البعض يقول الله ده كانت أول، ودي من الصفات. نقول هل قال عاقل أن الإزار والرداء من صفات الإنسان حتى تقول أن من صفات الرب أنه يلبس إزارا ورداء؟ هذا كلام باطل، ليس هذا من الصفات، وإنما السياق واضح جدا في معنى أن هذا ليس كما ذكرنا العز والكبرياء من صفات الله، وهذا لا شك فيه، الله هو العزيز وله الكبرياء بنصوص القرآن والسنة. ولكننا نقول الذكر الإزار والرداء يصح أن يقال هو من صفات الله، لا هي في الإنسان ليست من الصفات بل هي أشياء خارجة، لكن معلوم أن العز والكبرياء من صفات الله اللازمة له سبحانه وتعالى القائمة به عز وجل. ومن هنا قلنا أن هذا استعارة، وهذا مما دل عليه الدليل، ودليل السياق غاية في الوضوح. ولا أعلم أحدا من السلف قال من صفات الله عز وجل الإزار والرداء أو ارتداء الإزار والرداء، لا أعلم أحدا قال ذلك. التكبر على خلق الله فضلا عن أن يتكبر على أوامر الله صفات إبليسية شيطانية، كان التعزز كما ذكرنا على أوامر الله عز وجل. التعزز على أوامر الله، التكبر على أوامر الله تخرج من الملة، لأن فيها زوال زوال أصل الخضوع والذل الذي هو ركن من أركان العبودية، الانقياد لله سبحانه وتعالى يعني أحد أركان العبودية. العبودية حب وذل، فلا يصلح أن يفقد أحد هذين الركنين، فلو فقد أصل الذل والانقياد والخضوع لله عز وجل بوجود الكبرياء على أوامره والتعزز على أوامره كان كإبليس، أما واستكبر وكان من الكافرين. وأما التعزز أو محاولة إذلال عباد الله أو التكبر عليهم فهو كبيرة من الكبائر، والواجب على الإنسان أن يفتش في نفسه حتى لا يبقي ذرة من ذلك في قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بل ذكر الحرمان من الجنة وذكر التعذيب يدل على أن هذا من الكبائر. لذلك نقول تفتيش الإنسان في نفسه عن هذه الأمراض ضرورة لنجاته، وهو أدرى الناس بما في قلبه. إن كانت النفس الإنسانية تسعى إلى تغطية هذا الأمر حتى لربما يغطي الإنسان عن نفسه ويسر عن نفسه، فإن هذا أخفى من السر، والله يعلم السر وأخفى. وربما كان هذا الكبر أو العجب ورؤية كمالات النفس ورؤية نقائص الآخرين واحتقار الآخرين ربما يكون السبب في أن يختم الإنسان بخاتمة السوء، وأن يعمل بعمل أهل النار بعد أن عمل بعمل أهل الجنة حياته حتى ما كان بينه وبينها إلا ذراع، فيخذل بسبب وجود شيء في قلبه يمتحن فينمو فيظهر فيحاسب عليه. لذلك لا بد من التفتيش في النفس في ذلك. إبليس كان في قلبه شيء من ذلك، امتحن فنمى هذا الشيء حتى وصل إلى أن يتكبر على أوامر الله، حتى قال لم أكن لأسجد فكفر. إذا ظهر هذا والعياذ بالله أو وصل في القلب إلى حد الإباء والاستكبار على أوامر الله لم يكن الإنسان
مؤمنا ليس عنده أصل الإيمان. قال حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أعوذ بالله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى. معنى يتألى، قال النووي معنى يتألى يحلف، والألية اليمين، وفيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها، لأن هذا العبد الآخر لم يذكر أنه تاب، فقد غفر له لأن الله غضب على من قال والله لا يغفر الله لفلان، لأنه تألى على الله عز وجل، حلف. والحقيقة أن ليس مجرد الحلف، الإمام مسلم رحمه الله ما أحسن ما رتب هذا الحديث قبل الذي بعده الذي فيه لو أقسم على الله لأبر، يعني هناك إقسام على الله مشروع، لكن إقسام على الله بالخير، إقسام على الله عز وجل ليس من باب الشعور بالكبر على الخلق ولا إذلالهم ولا أنه فوقهم. الحديث الآتي رب أشعث أغمر من أقول له أقسم على الله لأبر، إذن ليس المشكلة أنه تألى على الله فقط، تألى على الله، تدخل فيما ليس له، جعل نفسه هو الذي كأنه يتحكم في عباد الله، أو أنه يتألى على الله ألا يفعل المعروف وألا يفعل الخير، كأنه الذي يقترح على الله، بل هنا أسوأ من الاقتراح، إن هو كأنه يعني يطلب من الله، أو كأنه يجزم، كأن الذي ينبغي أن يكون أن الله لا يغفر له. الإنسان يتصور حقيقة موقف هذا الإنسان فظيع جدا، أنت حطيت نفسك فيه، حطيت نفسك فوق يعدل على ربنا، دي حقيقة الأمر، أنه مش بيقترح، أنا مش قادر يتكلم، هو مش بيقترح على ربنا، الاقتراح على ربنا لو أن كذا كان كذا، أو لو كان كذا كان كذا، ده الاقتراح لا يجوز، لأن لو تفتح عمله الشيطان فتحة من هذا الباب، إن أنت إن البشر لا ينبغي أن يكونوا يضعوا أنفسهم في غير موضعهم، البشر عبيد، فلا يجوز أن يعني يضعوا أنفسهم موضع الربوبية فضلا أن يجعل نفسه فوق ذلك، ده لن يكون كذلك قطعا، ده واحد يرى أن الله قد أخطأ إن فعل ذلك، وحقيقة إبليس كده، إبليس أصلا قال إيه أنا خير منه، يعني كلامك غلط، فلعوذ بالله. هو ده ما هو عشان نعرف ان لو حد يقول كده يغضب ربنا عليه غضبا شديدا، يعني الذي كان ينبغي ان يؤمر هو بالسجود لي، هذه حقيقه ابليس يعترض على الله عز وجل، يعترض على الله، وهذا الذي يقول والله لا يغفر الله له، لماذا؟ هل انت رب؟ قد غفر الله عز وجل لفلان واحبط عمل هذا المتكبر، لانه ناظر الى نفسه نظره لا تجوز. فليحذر كل منا على نفسه في هذه المسألة، لأنها قد تقع كثيرا، وربما لم يتنبه الإنسان إلى هذا المقصد الخبيث الذي وسوس به الشيطان، أو وسوس به النفس الأمارة بالسوء المليئة بالأمراض التي يعني تجعل العبد يضع نفسه في موضع لا يصح أبدا أن يضع فيه. ومن هنا كان مثلا من يلعن من لا يستحق اللعنة، كذلك أن اللعنة إذا لم تصادف محلا قابلا لها رجعت إلى الذي لعن، فهذا خطر عظيم، لا تلاعنوا بلعنة الله، قل فلان لعن الله من فعل كذا دون أن يكون هذا نص شرعي، أو لعن الله من لم يفعل كذا دون نص شرعي، من تلقاء نفسه يقول ذلك، يظن أنه له أن يتحكم في هذا الأمر، نعوذ بالله. ها؟
لا أنت المقصود أن لا يعين إنسان بجنة أو بنار. لا لو لا اللي يصح ان احنا نقول اذا مات على ذلك لان ده خبر عن الله. يقول هل يجوز ان اقول والله لا يغفر الله لفلان النصراني المشرك او لفلان اليهودي المشرك؟ نقول والله لم يغفر الله عز وجل لابي لهب من الخبر، لان الله قال سيصلى نارا ذات لهب. لكن واحد عايش نقول لو مات على الشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى المشيئة فيما في غير الشرك. شارون يعني هو كافر، ولكن ليس من أهل النار دلوقتي. نقدر نقول أنت من أهل النار لما يموت على الكفر. وعلى فكرة يموت على الكفر في الظاهر، نقول تبين لنا أنه لأصحاب الجحيم. تمام. يعني واحد مات مشركا نقول تبين لنا انه لاصحاب الجحيم، ولا نجزم لاننا لا ندري ما الذي حصل له ساعه وفاته. لا تلعنوا بلعن الله، حديث صحيح. قال: واحتجت المعتزله به في احباط الاعمال بالمعاصي الكبائر، ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفر، ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته، وسمي إحباطا مجازا. ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر، ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا وكان هذا حكمهم. بل الصحيح أن هناك من الأعمال ما يحبط، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لكن لا يلزم من ذلك أن تحيط به سيئاته. من الذي حبطت أعماله كلها؟ الذي أحاطت به سيئاته. وما هي السيئات التي تحيط؟ هي الكفر والشرك الأكبر. لكن يرد أن يكون قد حبط عمل يوم ما، حبط عمل ما، هو في الحقيقة اللي بيسميه مجازا ده هو حقيقة، ولكن لا يلزم حبوط شهادة أن لا إله إلا الله. يمكن أن يحبط عمله وتبقى له شهادة أن لا إله إلا الله. وقد نص الكتاب والسنة على حبوط الأعمال من من ارتكب ذنوبا كما ذكرنا في رفع الصوت. وقد قال سبحانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة أو من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فبين أن المن والأذى محبط لثواب الصدقة، والرياء محبط كما قال: كالذي ينفق ماله رياء الناس. فالرياء محبط، لكن إذا كان قد قال لا إله إلا الله صادقا وراء في عمل آخر حبط عمله الذي رأى فيه، وبقيت لا إله إلا الله الخالصة من قلبه الصادقة من قلبه. قوله سبحانه وتعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، كلها صفة شخص واحد. ولكن الذي وصف من جملة صفات بين من جملة صفات بالتحذير من كل واحدة منها، كما قال أهل النار لما سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن نصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضعين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ذكرت هذه الأعمال كلها لنحذر من كل واحدة منها. فإذا ذكرت جملة من الأعمال والصفات كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كل واحدة منها منهي عنها. الله أعلم. قال: حدثني سويد بن سعيد، قال: حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأمره.
بضدها تتميز الأشياء. إنسان غير مشهور متواضع منكسر فقير ضعيف الحائل وهو عند الله عز وجل بالمنازل العالية، كما ذكرنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان. في روايات أخرى في الصحيح أن هذا الرجل كان يرى أخاه على معصية فكان يأمره وينهاه، فقال كان يقول له خلني وربي أبعثت علي رقيبا، ففي مرة قال له والله لا يغفر الله لك، من أجل شعوره بالعلو وشعوره بالكبر. انظر قارن بين هذا وبين الرجل الآخر الأشعث الأغبر مدفوع بالأبواب، يعني يدفعه الناس عن أبوابهم، يقول له تعالى في توقيت آخر انصرف الآن، أو يدفعونه دفعا حقيقيا بإبعاده لأجل أنهم لا يريدون مقابلته أو لا يريدون إعطاءه. ومع هذا هو بمنزلة عظيمة عند الله، حيث لو أقسم على الله لأبره الله عز وجل. يقول أشعث الملبد الشعر المغبر غير مدهور ولا مرجل. أشعث ما قلت أغبر في الفرات الحديث؟ لا، هو الحديث رب أشعث مدفوع بالأبواب، أصل حديث مسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقصر الله لو يا أغبر يا موجودة في فرات أخرى، بس أنا أخشى أن أكون قد سبق لساني به. ها أنا قلت أغبر عشان أحفظها كده، أنا قلتها في الحديث. طب الحمد لله مش. لا معلش، لا ده الإمام مسلم، أنا بقول الإمام مسلم قال كده يبقى لازم نقول الإمام مسلم. الإمام مسلم علمنا كيف نتقن اللفظ بالكلمة، نقول حدثني وحدثنا، هو هنا قال قال رب أشعث أغبر، رب أشعث مدفوع بالأبواب. نعم، يقسم على الله بأن يدعوه سائلا بأسمائه على صيغة القسم، يعني يقول بالله يا رب لا تغفرن لنا، والله يا رب لا تنصرن، أو أقسم عليك يا ربنا. يقول ذلك أقسم على كما كانوا يقولون البراء، أقسم على ربك، لأن البراء كان قد جرب في ذلك، فأقسم على الله أن يمنحهم أكتاف المشركين وأن يرزقه الشام. الأشعث الملبد الشعر المغبر غير مدهور ولا مرجل مدفوع بالأبواب، أي لا قدر له عند الناس، فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقارا له. لو أقسم على الله لأبره، أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنف في اليمين. إحنا نضمن على أنفسنا ذلك، أنا يعني أخشى أننا لو فعلنا ذلك ربما كان علينا كفارة. نحن حسبنا أن نسأل متضرعين إلى الله عز وجل. يقول هو طبعا من ضمن الوقائع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقعت والله لا تكسر ثنية الربيع. يقول وهذا لعظيم منزلته عند الله تعالى وإن كان حقيرا عند الناس. وقيل معنى القسم هنا الدعاء وإبراره إجابته، لكن الظاهر أنه يقسم على الله. وكما ذكرنا حسن تتويل مسلم أن هنا لو أقسم على الله لأبره، والآخر قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، لأنه هنا وضع نفسه في موضع لا يجوز، هنا هو داعٍ، يعني الذي تألى على الله أن لا يفعل المعروف خلاف صفاته عز وجل وما يحب من
أفعاله سبحانه وتعالى من المغفرة، هذا خلاف من يقسم على الله سبحانه وتعالى تضرعا وإظهارا بشدة الحاجة وليس استعلاء على الله عز وجل. نعوذ بالله. قال مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو إسحاق لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين الرفع أشهرهما، فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا، معناها أشدهم هلاكا. وأما رواية أهلكهم فمعناها هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة. واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو في من قاله على سبيل الازدراء، في سبيل على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. قالوا فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه، كما قال لا أعرف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. هكذا فسره الإمام مالك من أنس رضي الله عنه قال لا أعرف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا، يعني يقول كل الأشياء اختفت إلا أنهم يصلوا جماعة. إذن قد وقع من الصحابة ذم لإحوال الناس على سبيل النهي عن المنكرات وعلى سبيل إثبات المعروف. يقول هكذا فسره الإمام مالك وتبعه الناس عليه، أنه يجوز أن يقول ذلك تحزنا على نقص الدين ولا يجوز تكبرا واحتقارا للخلق. قال الخطبي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم. والله أعلم. صدقت، مش هو الجرح والتجريح لهم نصيب من هذا الحديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عزيز بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد حا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر وهو ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه. عن عمر بن محمد عن أبيه قال سمعت ابن عمر هذا حديث مستقل. قال مسلم حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبيه قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني جبريل وصى وصية متكررة بالجار، ففيه الوصية بالجار والإحسان إليه. قال في هذه الأحاديث الوصية بالجار وبيان عظم حقه وفضيلة الإحسان إليه
ومن حديث فأصله منه بمعروف أي أعطيه منه شيئا. قال حدثنا أبو كامل الجحدري وإسحاق بن إبراهيم ونظر إسحاق. قال أبو كامل حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي. قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة أكثر ماءها وتعاهد جيرانك تعاهد جيرانك يعني أعطهم منها شيئا يا ماء لن يكون فيها أو منها نقص عليك ولكن هبة وهدية للجار تذهب وحر الصدر. إذا طبخت ورقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. في الرواية الأخرى أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت ورقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف نسأل الله أن يعيننا على العودة إلى ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.